فيش، سيبيني انا اتكلم. هقول لهم ان انت اللي كنت عايزه تبلغي وانا اللي رفضت. ما تقلقيش. روح انت على تاخرت ليه يا يوسف؟ انا كلمتك كتير، كان موبايلك مقفول. انا قلقت عليك، انا كنت متاكده ان انت اول ما تعرف هتيجي على طول. ممكن بعد اذنك ترجع خطوه لورا وتقف كويس؟ ممكن. باشمهندس يوسف هو اللي مقدم فيك البلاغه يا مدام. ليه؟ هو انا مش مراتي جات لك وشرحت؟ امرني بحاجه ثانيه يا فندم. شكرا لوقتك يا باشمهندس. انا اذنك. اتفضل. اتفضل فين؟ استنى هنا. طبعا انا عملت كده يا يوسف. انت اللي بلغت عندي يا يوسف. عايزاني اعرف ان انت خبطتي واحده غلبانه بالعربيه بتاعتك واسكت. هو انت ليه بتعاملنا كاننا مجرمين وقتالين قتل؟ ما هي دي الحقيقه. لو عندك راي تاني قوله في المحضر. يا فندم انا هشرح لحضرتك كل حاجه. يوسف يوسف ايه ده؟ ماله ده؟ وسابهم وخرج ليه؟ مش فاهمه. انا كمان في جوزي متاخر قوي والمفروض يجيب المحامي معايا. هو مش دكتور ياسر قال لك ان هما جايين في الطريق؟ بس على الله يوصلوا قبل التحقيق ما يخلص ان شاء الله يا رب باذن الله.